هلو لي كلاموخ، ما كاين التقاوت. الو لي كلاموخ لوكال ديس كومونداتو ليا ما كوبين داموخ. الو ها وصل وصل وصل، واخا دابا نتفضل زي الحبيبه. ها هو فين حطيتو؟ باقي لي لاباط ديال اتاي وصافي. لي كلامورات، شوفو اول حاجه خصكم تعرفو بلي سي بوتيتر با لو مومون انني نهز التليفون ولا لي ستوري باسكو جو سوي توجور مالاد، مي لي ميساج ديالكم في هاد الويكاند في هاد لا سيمين كلها فيك غبت عليكم اون سيمين دوبي لاندي وجي باقي من الفوق. بزاف ناس كيتسالوا اشنو درت، فين غبرت، اشنو العمليه درت. الحمد لله كنت عيانه سي نورمال سويت ا لوبيراسيون اللي درت، مي اجوردي جو مي سون ميو. يعني كل نهارات كنحس احسن من البارح، الحمد لله الحمد لله. الوغ اول حاجه اللي غنعلن عليها هي انني درت الدوبل مونطو، مازال ما باينش، انت باقي منفوخ هنا، باقي منفوخ نتوما كي كتشوفوا. درت فين؟ عند الدكتور بن موسى. اوكي ف فوالا درت اوتر اوبيراسيون ان شاء الله حتى نوقف مزيان على رجليا ايتو، وغادي ندوي لكم عليها. دابا وجهي كما كتشوفوا، شوف بطبط يعني ابان انهم بداو كيبانو. كنت بون كنت بحال شي شي بيتبول هاك. ف المهم الحمد لله على سلامتي، شكرا بزاف للمساجات ديالكم، يعني فريمون فريمون قسما بالله ان شاك فوا كان غيب كتوقع لي شي حاجه ديما كنلقى تلقاكم في كتافي وفي جنبي. ميرسي بوكو، ميرسي الناس اللي جاو عندي للسبيطار، ميرسي لعائلتي، ميرسي صحاباتي، ميرسي نينا اللي قبلتني، ميرسي لفاتي الكبيده ديالي اللي قبلتني، غران ميرسي لختي. الحمد لله باقي كلهم باقي كيعيشوا معايا، كيجيو كيعيشوا معايا لي كابريس ديال من ورا العام. طبعا هاد العمليه عند من درتها، درتها عند الدكتور بن موسى اللي كنشكرو بزاف 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 بزاف. اي انا بوغ مو جو شونجري جامي هاد لو ميدسان، بوغ مو سي لو ميور في العالم. سي با جو جيت با دي فلور لهداك السيد، ولكن كي كنشوفو كيتعامل مع الناس كي كيتعامل معايا، كي انسان رائع. فوالا شكرا لختي كاميليا. فوالا اون فيت عندنا واحد ليستوار مع كاميليا، هاد دات دوبوي 2019، مي غادي اتيت روبوزي غادي نعاود عليكم. كاميليا الا شونجي، الي دوفوني ان انج غارديان، ال في بلو مال، ولات زوينه. اون فيت غراس الطبيب لي ميثود، هادشي دايوغ علاش انا كنحماق على داك الطبيب، سي دوك لي ميثود ديالو. جو بونس كو الناس اللي كانوا متبعيني من ايام سناب كيعرفوا ليستواغ ديالي انا وكاميليا. داكشي باش غادي ندير لكم لايف، باش غنضحكوا في هداك اللايف مزيان. عطوني شوية الوقت وغادي نطلع لكم لايف. و اللي كيعجبني في نرجع للهضره ديالي، اللي كيعجبني بزاف هاد الميديسان سي كو اخر حاجه خرجات في طب التجميل كتلقاه عنده، كساسوا دي ميثود، كساسوا العمليه الاخرى اللي درت سيربريز. اون بارل غاد سا ا تيت روبوزي، تندير تنبرد شويه، يعني غيعجبكم حل بزاف. باسكو انا عندي واحد الفئه ديال المتابعين ديالي لي يمكن فيهم واحد 60 حتى 70% كنبارطاجيو بزاف لي حوايج. سي دي جون تا هما لي كيبغيو العمليات، كيبغيو طالعو فلوسهم، كيبغيو الجديد في هادشي هدا، فمع الدكتور. المهم هادشي كلو غادي كل نهار ندير لكم مقاطع من ستوريات مختلفة، باش نقول لكم كل نهار تنقول لكم اشنو تفكرت في وسط العملية قبل من العملية. درت دي ستوري غادي نحطهم لكم نشاركهم معاكم. فوالا نتوما كما كتعرفوا ما جو بارطاج تو معاكم اي جو كاش غيان.
شكر آخر خاص البنات ديال لوبيتال اللي رائعة في النت في المستوى والطيبوبة ديالهم، وكنقول لهم شكرا سمحوا لي عرفت بعد فيكم عاش معايا ليالي اللي كانوا قاصحين شوية. شكرا الكلينيك لو مراكش فريمون كلينيك في المستوى اللي كان رائع من النظافة من الماكلة ماكلة اون سون باكو كاين حنا في السبيطار من لي سوا من الميدسان اللي كيجي عندك. ففوالا ما تشوفوش دابا وجهي اوكي، ما تحاولوش تركزوا على وجهي، عندي كلكو زوغ اللي نقدر نحيدها جوست باش نغوبوزي هنايا، باسكو فورس كل باندا كتشد الراس دوكو كضرني كي بلي درني راسي. وجهي باقي منفوخ، يديهم كما كتشوفوا باقي منفوخين، ابخي غنهضر لكم على هذا الفيرني قداش داه. المهم دروكا جيت باش نبارطاجي معكم ان تروك، غادي تشوفوني هاد الايام بزاف في الدار، اي مي بارطاج كلهم غادي يكونوا في الدار، مي كولاب مون طراي غادي يكون من الدار من الخدمه ديالي، جو دو با يالي باسكو جو نريف با انكور ا كوندير. فوالا نتوما راك عارفين ناس خفت جاني بحال يلا طلعت للسوشيال ميديا. شنو اخر اه هو انا جالسه تفكرت واحد الزيت اللي كنت كنستعملها كنت كنستعملها من طو اللي هي زيت هير زمان، وكانت كتلق لي بزاف و نتوما نتوما سيتوني سو كارطوني بدا نتوما في كارطوني ا بليز اوف بريز علاش انا مابقاش كنديرها اون فيت ماشي مابقاش كنديرها الوقت اللي ما كاينش فدروكا عندي الوقت الكافي اللي ندهن انا وراسي وظهري وجلدي وكلشي ورجليا ويمكن الزيت داكوغ ايوا الزيت جوردي داروا ليها واحد الحاجه اخرى اللي هي السيروم. افون فاش انا كنت جربت ولا كنت اكتشفت هير زمان كانوا هضروا لي على هذا السيروم بلي غيخرج اللي ما كانش خارج بون لي بلاغ لي جون كي زون كوموندي الرولور من عند هذا سي لي رولور من عند حبيبه شوب راه جابته قبل ما يطير باسكو كيكون عندها سول اوت في 3 كي كتحط راه جابته كيطير عليه الناس. انا جو لو برون طبعا باش نستعملو لشعري قبل ما نستعملو كنضرب واحد جوج رشات ولا ثلاثه ديال اداكس داكوغ بحال هكا كي كتشوفو فوالا كنوجد الزيت ديالي ديال هير زمان. جو بونس با شي حد ما كيعرفش هير زمان البنات فورما باسكو انا حطيتو ليكم بوندون واحد 6 مو باش وانا مع هير زمان وكان كيعجب لي الوغ حاجه وحده تديري بحال ما هكا الوغ كندير هكا كنوجد تقيبات ويد كتخوي في الزيت هير زمان. طبعا هير زمان دركم عرفتو شحال من عشبه فيها وشحال مفيده وشحال رائعه وشحال هاد الزيت من نهار بانت في السوق وهي كتاميليورا وكتكبر حتى يعني المصداقيه ديالها. شوفوا انا جوغسوا يمكن انا جوغسوا واحد اني واحد 3-4 بوبليسيتي دي بروبوزيسيون ديال لي بوب بار جور ديال هذا الشيء تاع الزيت جو رفي باسكو الحاجه اللي ما كنكونش جرباها عارفه. الوغ كنغني غاسين ديالي مزيان وكندوز الطول ديال الشعر ماشي نحركها شوفوا البنات نقول لكم واحد الحاجه
هادي سي اون غوسيت غران مير. كنت كنحط لكم تصاور قبل انا جو في ايسيي اش نقلب عليهم نتاع المرأة اللي كانت اللي كتصاوب هاد الزيت هادي لا غوسيت ديالها كانت كتصاوبها بالليل. يعني هادي زمان عندها استواغ ديجا بدات ب كيصاوبو 20 قرعة للصحابات ديك المرأة الكبيرة نتاعت هاد العائلة اللي هما مالين هاد الزمان. شوي شوي بدات كتكبر المشروع ديالها اللي خدم مزيان وعطى يعني عطى 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 دي عرفتي شنو بحال رجعت كندير شي حاجه انا غير ما كانش عندي الوقت انا اللي نبدا نديرها فرحانه. هاتي راه من فوق لي وجهي اي جو دو فيغ فيت باسكو لو ميديسان الا شاف هاد لي ستوغ هكا طوالين بلا لا غين ديال وجهي الباندا ديال وجهي غادي تنصب عليه. طبعا هاد الحركات هادو اللي كتشوفو عندي وهاد لي بتي تخوك وهاد الشيكي ديالي كتلقاو كله من عند حبيب اشوك. الزيت انا جو في ايسي اون فيت انا جو في ايسي مع هير زمان يحطو الزيت عندها تكون قريبه ليكم الناس ديال مراكش شو فوغ سا بوغ فو لي كلاموغ. المهم شعري طوب مزيت مرغن غادي نجلس بيه واحد الساعة كيطيح ليا شعري فوالا رجع طيب. عرفتي شنو بحال رجعت كندير شي حاجة أنا غير ما كانش عندي الوقت أنا اللي نبدا نديرها فرحانة. هاتي راه من فوق لي وجهي اي جو دو فيغ فيت باسكو لو ميديسان الا شاف هاد لي ستوغ هكا طوالين بلا لا غين ديال وجهي الباندا ديال وجهي غادي تنصب عليه. طبعا هاد الحركات هادو اللي كتشوفو عندي وهاد لي بتي تخوك وهاد الشيكي ديالي كتلقاو كله من عند حبيب اشوك. الزيت انا جو في ايسي اون فيت انا جو في ايسي مع هير زمان يحطو الزيت عندها تكون قريبه ليكم الناس ديال مراكش شو فوغ سا بوغ فو لي كلاموغ. المهم شعري طوب مزيت مرغن غادي نجلس بيه واحد الساعة كيطيح ليا شعري فوالا رجع طيب. بون غادي نعقلو مزيان على هاد الخويات داكوغ ديسي امو غادي تشوفو هاد الخويات كيفاش غادي يعمرو. كنت درت لا ميم شوز فاش بديت مع هير زمان داك العام فاش جربتها ايتو عاد باش طلعت وريتها لكم كانت عندي واحد الخويا هنا اللي كنتو كتعقلو وهي اللي كانت عمرتها لي. فانا دابا الهدف ديالي انه هاد القنيتات باسكو هي كتنبت الشعر هي عندها واحد التركيبه عاليه الجوده فمن يعني من المواد اللي كيخليو الشعر يعني لا روكوس ديال الشعر تكون سريعه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. دابا انا غادي نخليكم غادي نكتب لكم